استاذ هادي منورنا في مصر اليوم. ثانك يو. قولي بقى تحضير الفيلم كان عامل ازاي؟ صراحة أخذنا 9 شهور لنطلع بالفيلم اليوم اللي عم تحضروه. كان معنا عملنا كاستنج لميت رائس، من هود الميت رائس كان عم يختاروا 10 رائسين اخترناهم، صورنا 9 أشهر أكثر من 15-16 أغنية، كل الأغاني حتشوفون هن هالقد، بس رقص غنى تمثيل كومبينيشن لكل هيدا الشيء ليطلع ميوزيكال فيلم حتحبوه كتير اليوم. مين أكتر واحدة في الفنانات كانت متعبة أو كانت محتاجة تدريب أكتر؟ ما حد كان متعب عن جد، لاحظت انه هذا السؤال اكثر مره سالني ابدا. كانوا كلهم بدهم، كانوا عبالهم يرقصوا، عبالهم يتحركوا قدام الكاميرا، عبالهم يعملوا موفمنت، كان هذا شيء جديد لهم وكانوا عم ينبسطوا هن وعم يعملوا. اكثر حاجه كانت ممتعه بقى بالنسبه لك في الفيلم بشكل عام؟ اي ثينك عادة لأنه بشغلي أنا متعود أشتغل مع كبار مش صغار، فكانت تشالنج لي أني أعلم رقص لأشخاص عمرهم من 6 سنين ل13-14 سنة، ماكسيموم 15 سنة، فإتس نوت إيزي بس إن سيم تايم إتس تشالنج وانبسطت فيها. أكتر ممثلة بقى من الممثلات اللي في الفيلم كانت إكسايتنج أكتر للفكرة؟ أي ثينك ياسمينة وحلا هني أكتر 2 ساعدوني بالفيلم، وأكتر أشخاص لأنه متعودين أنه يرقصوا ويتحركوا ويغنوا، فهني كانوا أكتر 2 هالقد ايزي وسهلين وكانت تخلص الرقصه معهم كتير بسرعه. تتوقع فيدباك الجمهور بقى هيبقى ايه بعد عرض اول فيلم غنائي راقص في مصر؟ هيستنوا جزء تاني وجزء تالت اي ثينك. ثانك يو.